السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم الوصفة ديالنا هي وصفة الباذنجان أو الدنجال، اللي وصفة جد سهلة ورائعة وصحية في نفس الوقت ومثل على الزعلوك. وهذا الوصفة ما كتستغرقش مدة طويلة، وفي نفس الوقت ماشي ما كنقليوهاش بالزيت ولا سو كنحتاجو جوج ديال الدنجالات او البندنجال مغسولين ومقطعين كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنحتاجو هنا معلقه ديال التحميره او الشاونيه، معلقة ديال كيمن كامون، معلقة ديال تيرمريك أو الكركم، أو معلقة ديال البزار. وعندنا هنايا الفلفل الحار أو the red chili pepper، غير شوية كندير غير شوية. هنا عندنا 3 حتى 4 ديال الفصوص ديال الثوم مفرومين ومقطعين صغار، وكذلك الملح على حسب الذوق، وربع كاب ديال المعدنوس والقزبر مقطعين، نصف حامضة، وطبعا زيت الزيتون. وفي طنجرة عادية كنوضعوا زيت الزيتون، وكنحطوا هذاك الدنجال ديالنا اللي قطعناه مكعبات متوسطه، وكنسدوا على الطنجره، كنغطيو عليها وتكون نار نار هاديه، وكنخليوهم يطيبوا لمده 10 دقائق مع المراقبه، كنحركوهم مزيان. في اناء ازلافه كنديروا الشرموله ديالنا، كنخلطوا جميع التوابل من التحميره الكركم الكيومن الابزار والملح والثوم والفلفل الحار، وكنعصروا الحامض وكنضيفوا زيت الزيتون، وغادي نخلطوهم مزيان. ومن بعد 10 دقائق كنشوفوا ان الدنجال ديالنا راه طاب نصف الطيبه، وكي يولي الشكل ديالو تقريبا بني او براون، كنضيفوا الشرموله ديالنا اللي خلطنا. وغادي نزيدو شويه ديال الماء في نفس الزلافه اللي انا ديجا صابت فيها الشرموله من قبل، ونخليو الباذنجان او الدنجال ديالنا يطيب لمده 10 دقائق حتى يشرب داك الماء. وغادي نقدمو الدنجال ديالنا بالخبز، وكنتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديال قناه امل كيتشن وتسجلوا في القناه،
وكنشكركم بزاف ونلقاكم ان شاء الله في حلقة جديدة من وصفات امل كيتشن. Thank you so much. Bye.